انواع الشيكات. هل الشيك انواع؟ طبعا. ركز بقى معايا. اول نوع من انواع الشيكات اللي احنا بنسميه الشيك البنكي. ايه هو الشيك البنكي؟ بروح للبنك افتح حساب وبعد كده بحط فلوس في الحساب وبطلب من البنك دفتر شيكات. البنك، ركز معايا، وفقا لنص المادة 530 من قانون التجارة، قبل ما بيسلمني دفتر الشيكات لازم يكون حاطط لي على ورقة شيك اسم البنك، اسم الساحب، رقم الحساب وفرع التعامل. أحسنت. لو مش موجودين البنك عنده مشكلة. النوع الثاني، أستاذي الفاضل بيقول لي واحدة واحدة، مش أنت بتقول إنه الشيك أداة وفاء؟ بالمناسبة أغلبنا مش عارف الفرق ما بين أداة الوفاء وأداة الائتمان. وإيه الفرق؟ ركز معايا. مش إحنا قلنا إن الكمبيالة والسند الإذني ليهم تاريخين، تاريخ تحرير أو إصدار وتاريخ استحقاق تدفع فيه قيمة الورقة. المستفيد بيأتمن الساحب من تاريخ التحرير لغاية تاريخ الاستحقاق، ولذلك سميت أداة إيه؟ ائتمان. أنا واثق في الساحب إنه هيدفع القيمة، وعشان كده أنا حطيت له تاريخ هتستحق فيه قيمة هذه الكمبيالة أو السند الإذني. إنما الشيك ملهوش غير التاريخ واحد، وعشان كده هو مش أداة ائتمان، هو أداة إيه؟ وفاء، بيساوي نقود. إنما الكمبيالة والسند الإذني أداة وفاء بيساوي نقود، وأداة ائتمان بأتمنك من تاريخ التحرير لغاية تاريخ الاستحقاق. يبقى الشيك ورقة تجارية ولا ورقة مدنية؟ ورقة تجارية. طب بالمناسبة برضو لما أقول لك ورقة تجارية وورقة مدنية، هل دي لها مدلول؟ طبعا. وسائل الإثبات في المدني غير وسائل الإثبات في التجاري. لما أجي النهاردة أكلمك عن حقي ليه مدة تقادم في المدني غير مدة التقادم في التجاري، لما أجي أطالب بحقي في المدني غير لما أروح أطالب بحقي في التجاري، لما أروح للمحكمة المختصة في المدني غير لما أروح للمحكمة المختصة في التجاري. شفت لفظ المدني والتجاري بيخليني أتحرك إزاي؟ طيب، يبقى الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع. يبقى البنك بمجرد ما يطلع على بيانات الشيك اللي شفناها من شوية ويتأكد انه في الحساب فيه فلوس، البنك بيعمل ايه؟ بيصرف قيمة الشيك لمين؟ للمستفيد. النوع الاولاني من الشيكات الشيك البنكي. النوع الثاني، ركز معايا قوي عشان بيسبب اشكاليات عملا على ارض الواقع، حتى زمايلنا القانونيين والمصرفيين بيغلطوا في هذه الاحكام. عندي شيك اسمه الشيك المعتمد اللي نصت عليه الماده 482. ايه هو الشيك المعتمد؟ اشتريت من معليك العربيه، فطلعت لك دفتر الشيكات من جيبي وسحبت منه ورقه، يبقى انا الساحب، واستوفيت البيانات ووقعت عليه، جيت اسلمه لك عشان انا اشتريت منك العربيه. قلت لي بقول لك ايه يا دكتور محمد، انا عايز شيك معتمد. قلت لك عيني، هروح للبنك اقول له ممكن تعتمد لي الشيك؟ ما معنى كلمة الاعتماد في اللغة القانونية؟ الاعتماد انه قبل اعتماد البنك لقيمة الشيك الالتزام كان على عاتق مين؟ العميل الساحب. بمجرد ما البنك بيعتمد، وهيعتمد ازاي؟ البنك هيبص على الشيك وهيطلع عليه وحيتأكد من البيانات الإلزامية اللي تطلبها القانون، هيفتح حساب العميل هيلاقي فيه رصيد قابل وقائم للصرف يغطي قيمة الشيك. البنك يعمل ايه؟ في مدرستين في القطاع المصرفي، في مدرسة بتجمد المبلغ في ذات الحساب، وفي مدرسة تانية بتجنبه في حساب مجنب خاص بالشيكات المعتمدة. ركز بقى معايا، قبل اعتماد الشيك من قبل البنك الالتزام كان على عاتق مين؟ العميل الساحب. بمجرد ما البنك بيعتمد الشيك بينتقل الالتزام من على عاتق العميل الساحب
لعلى عاتق البنك. بس ركز بقى، ما هي مدة الاعتماد؟ هل البنك هيفضل إلى ما شاء الله حاطط إيده على الفلوس؟ لا، مدة الاعتماد 6 شهور أو 8 شهور على حسب مكان الإصدار. تاني، وليكن الشيك تاريخه 1/1/2021، أنا كنت رحت اعتمدت الشيك في شهر 2، فلو كان مكان الإصدار مصر المتبقي في مدة الاعتماد قد إيه؟ تاني تاريخ الشيك 1/1/2021، قبل ما سلم لك الشيك بتمن العربية رحت اعتمدت الشيك في شهر 2، يبقى المتبقي في مدة الاعتماد قد إيه؟ لو كان مكان الإصدار مصر يبقى مدة الاعتماد 6 شهور، إن كان مكان الإصدار برا مصر وليكن باريس، فرنسا، إنجلترا، ليون، قول زي ما أنت عايز تقول، يبقى مدة الاعتماد هتكون قد إيه؟ 8 شهور. بحسب الستة أو الثمانية من تاريخ الشيك. ركز معايا، الحتة دي دقيقة جدا، أغلب زمايلنا بيحسبوا الستة أو الثمانية من تاريخ تأشير البنك. لا، أنا بحسب الستة والثمانية من تاريخ الشيك. ركز بقى معايا، عدت الستة وعدت الثمانية والمستفيد ما راحش يصرف الشيك، البنك هيعمل ايه؟ يرفع ايده من على الاعتماد ويرجع الفلوس تاني في حساب العميل، ويرتد الالتزام تاني على عاتق مين؟ العميل الساحب. يبقى مدة الاعتماد ايه؟ 6 شهور او 8 شهور على حسب مكان الاصدار. هل في مشكلة؟ ده اسمه الشيك الايه؟ المعتمد. عندنا شيك اخر اسمه الشيك المصرفي. ركز قوي، اشتريت من حضرتك العربية، اشتريت من حضرتك قطعة ارض، فجيت اطلع دفتر الشيكات، قلت لي لا يا دكتور محمد انا عايز يا شيك مصرفي. ما هو الشيك المصرفي؟ الشيك البنكي والشيك المعتمد من دفتر شيكات العميل، انما الشيك المصرفي ده نموذج مستقل بذاته مش من دفتر شيكات العميل. ولذلك انا بروح اقدم طلب للبنك واقول له يا بنك ممكن تطلع لي شيك مصرفي باسم حضرتك او حضرتك مبلغه قد كده؟ البنك بياخد مني الطلب ويفتح حسابي ويشوف هل في رصيد قائم وقابل للصرف يغطي قيمة الشيك المصرفي. بمجرد ما البنك بيتأكد انه الرصيد ده موجود بيخصم القيمة ويطلع بيه شيك مصرفي. من اليوم الاولاني الالتزام على عاتق مين؟ العميل؟ لا، على عاتق البنك. انما الشيك المعتمد اللي هو من دفتر شيكات العميل قبل اعتماده كان الالتزام على عاتق البنك، انما وانس انه البنك اعتمد القيمه الالتزام بقى على عاتق مين؟ البنك. انما الشيك المصرفي اولا هو مش من دفتر شيكات العميل، 2 بمجرد ما البنك النهارده يشوف انه في حساب العميل في رصيد قائم وقابل للصرف بيخصم القيمه ويطلع بيه شيك مصرفي. أستاذي الفاضل طرح حاجة في غاية الأهمية، قال لي يا دكتور محمد واحدة، هو لو شيك تاريخه آجل وليكن 1/1/2024، لو اتقدم للصرف النهاردة يتصرف؟ طبعا يصرف، إلا إذا كان شيك مسطر أو شيك حكومي. واحدة، نوع آخر من الشيكات اسمه الشيك المسطر. انا عامل جمعية وعارف ان الفلوس هتجيني في 2024، فاشتريت منك العربية، قلت لك بقول لك ايه، انا هعمل لك شيك، الشيك ده من دفتر شيكاتي بس هسطره. ما هو التسطير؟ وفقا لنص المادة 515 من قانون التجارة، التسطير بضع خطين متوازيين على صدر الشيك. ايه فلسفة التسطير؟ ان هذا الشيك لن يصرف الا في تاريخه، يبقى لازم انتظر لغاية لما هذا التاريخ يحل. 2
فلسفة الشيك المسطر أنه لا يصرف نقدا بل يقيد في الحساب. يعني إيه؟ يعني مش هينفع أروح على الكاونتر بتاع البنك وأقول له أدي شيك ممكن تصرفولي. البنك بمجرد ما يشوف إن هو شيك مسطر هيقول لك يا فندم مش هينفع أصرفولك من على الشباك كاش، لازم تحطه في حسابك، والبنك هيعمل لك خصم وإضافة في حسابك، يبقى الفلوس مش هتصرفها كاش. ركز معايا، الشيك المسطر هو شيك من دفتر شيكات العميل. التسطير بحط خطين متوازيين على صدر الشيك، بس ركز بعيد عن البيانات الإلزامية، لأن أنا لو حطيت خطين متوازيين على بيان من البيانات الإلزامية أنا عملت إيه؟ أنا هدمت البيان بيتطلبه القانون، وإنت خلاص سايب وش الشيك ما لقيتش غير البيان الإلزامي. لا، يبقى حطلي الخطين المتوازيين على صدر الشيك بعيد عن البيانات الإلزامية. إيه هي فلسفة التسطير؟ إيه هي فلسفة التسطير؟ أنه لا يصرف إلا في تاريخه. اتنين، لا يصرف نقدا بل يقيد في الحساب. طيب ده كده في عجالة أنواع الشيكات.